ينضم إلينا من جنين مراسل العربي عميد شحادي. عميد، أهلا بك. إذن كيف يبدو المشهد في الضفة الغربية أمام كل هذه الاقتحامات لجيش الاحتلال اليوم عميد؟ محمد، قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت اقتحامات في جنين، مناطق جنين وطول كرم وقلقيلية ونابلس ورام الله والقدس، وأيضا في منطقة الخليل. في جنين اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي القرى الغربية من هذه المدينة، تحديدا قرية الطيبة وعانين ورمانة. قامت بتفتيش عدد من المنازل، مداهمة عدد من المنازل وإجراء عمليات تفتيش وتخريب داخل هذه المنازل قبل أن تنسحب قوات الاحتلال من قرى غرب مدينة جنين دون التبليغ عن اعتقالات في هذه المنطقة، فيما استهدفت كتيبة جنين الحواجز العسكرية المحيطة بهذه المدينة بالرصاص، بحسب ما أعلن بيان صادر عن كتيبة جنين، في استمرار لعمليات المقاومة الفلسطينية في محيط هذه المدينة واستهداف معسكرات وحواجز جيش الاحتلال الإسرائيلي المحيطة بمدينة جنين. في طول كرم التي لا تبعد عن جنين كان هناك اقتحام لبلدة علار شمال مدينة طول كرم. في هذه البلدة قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت عدد من المنازل، اعتقلت 4 مواطنين قبل أن تنسحب من قرية علار شمال مدينة طول كرم. اقتحام آخر لمدينة نابلس ومحيط البلدة القديمة في مدينة نابلس، وكذلك الحال اقتحام قرية دير الحطب شرق مدينة نابلس واعتقال سيدة فلسطينية من هذه القرية قبل أن تنسحب قوات الاحتلال. وخلال انسحابها من مدينة نابلس تعرضت قوات الاحتلال لإطلاق نار من مقاتلين فلسطينيين ينشطون في هذه المدينة. في قلقيلية كذلك الحال، نفذت قوات الاحتلال اقتحاما لقرية كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية وداهمت أحد المنازل، اعتقلت شابا ثم بعد ذلك انسحبت من هذه القرية شرق مدينة قلقيلية. كذلك الحال في بيت سيرة في رام الله، اندلعت مواجهات مع شبان فلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال لهذه القرية، واقتحام آخر لمخيم عقب الجبر في أريحة واعتقال شاب بعد محاصرة منزله في هذا المخيم، واندلاع مواجهات مع شبان فلسطينيين داخل مخيم عقب الجبر في مدينة أريحة، اقتحام لمخيم العروب وإطلاق كثيف للرصاص والغاز المسيل للدموع. أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين في مخيم العروب شمال مدينة الخليل بحالات اختناق نتيجة لاقتحام هذا المخيم مع ساعات الفجر وإطلاق وابل كثيف من الغاز باتجاه منازل المواطنين الفلسطينيين، ثم انسحبت قوات الاحتلال من هذا المخيم. أخيرا اعتقال شاب من قرية حزمة شمال شرق القدس المحتلة بعد اقتحام هذه القرية، ثم انسحبت قوات الاحتلال بعد اعتقال هذا الشاب من حزمة شمال شرق القدس المحتلة. شكرا جزيلا لك على هذه الإحاطة عميد شهادة مراسل العربي، كنت معنا من جنين. شكرا.